اللي يبقى في مرضى كم؟ الحمد لله غير مشاعر مادية كيفاش كتعود وكتشوفهم عارف كذا كانت تجيني هاد الشركة هادي كتشوفوها ولا اللي قضى كتشوفوها كنا خدامين تشعلت العافية حقيقة مع سميتو مع المسمار داك الشيء شي شعلات وسميتو طفينا سيطره ما كانش خسائر في الارواح نعم حتى واحد ما تشوفاش واحد لا حتى واحد ما وقت حتى شي حاجه تعاوننا طفينا داك الشيء ولكن سيطرت علينا عندنا الماء عندنا القرايه عندنا كل شيء ولكن لا سيطرت علينا ما قدرناش نطفيوها عيطنا دازوا الدرك الملكي من هنا هما عيطوا للبونبيه سميتو جاوا في الحين والحمد لله وسيطروا داك الشيء طفوا داك الشيء بخير وعلى خير. كانت خسائر ماديه تقريبا تقريبا كل شيء السلعه تماك تنابر داك الشيء كل شيء مشى داك الشيء تماك تحرقوا كل شيء والحمد لله ما الشركه تعاود الحمد لله ممكن الله سيرونس كاين كل شيء داك الشيء غيتعاود ان شاء الله كاين كل شيء الله يسلمك الله يحفظك شكرا ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.